اول حاجه يعطيكم العافيه. بدنا نسترجع بس في البدايه شويه امور بسيطه شرحناها المره اللي فاتت. شرحنا المره اللي فاتت موضوع البفر، وبلشنا نتعرف على الارك تول بوكس. على الارك تول بوكس حكينا انه قبل كل اللي شرحناه قبل كان عباره عن اساسيات، واساسيات كيف ان انا بديت استخدم البرنامج كتول، بس كتول كانه هو عباره عن تول بنفذ لي مجموعه من الاشياء، او برسم لي خرائط، بيخرج لي خرائط، تمام. فهاي انا كنت بستخدم البرنامج على اساس انه تول فقط. احنا بلشنا من المحاضره اللي فاتت واللي قبلها نستخدم البرنامج كاناليسيس تول، يعني كاداه تحليل. ممكن احنا مجموعه من البيانات نقدر نستنبط منها بيانات جديده مهمة جدا لإيش؟ لصنع القرار. فهذه المقدمة الأولى. بعد هيك احنا بلشنا نتعلم في المحاضرة اللي فاتت، يعني على وجه الخصوص تعلمنا كيف شو هو الارك تول بوكس اصلا، من ايش بتكون. حكينا انه هيو لو بنلاقيه هنا بنلاقي انه هو بتكون من مجموعة من الادوات اللي في مختلف التخصصات، تمام. تخصصاته كتيرة جدا، صعب جدا تلاقي حدا بيتقن كل هاي الادوات، تمام، لانه هاي الادوات بتتقسم ما بين التخصصات، تمام يا شباب. وشرحنا شو كيف بتدرج الاوامر. شرحنا كيف بتدرج الاوامر يا شباب، وقلنا انه في عندنا مجموعات رئيسيه او ملفات رئيسيه تتضمن ملفات فرعيه، جوا هاي الملفات بتلاقي مجموعه من الادوات اللي احنا بنستعملها. ركزنا المره اللي فاتت على اداه الاناليسيس تول، شايفينها هاي الاناليسيس تول. والاناليسيس تول يا شباب هاي هي اللي الاداه اخذنا منها بس فقط اللي هو البروكسيميتي، ومن البروكسيميتي اخذنا بس بفر، واخذنا الاوفرلاي، واخذنا منه بس الانترسكت. يعني تعلمنا بس شباب، خليكم معايا، تعلمنا بس أداتين، أداة الانترسكت تقاطع الطبقات مع بعضها، وتعلمنا أداة البفر، وعملنا بفر لبوينت وللاين ولبوليجون هذا المرة اللي فاتت، وتعلمنا كيف أعمل انترسكت ما بين الطبقات. طيب الانترسكشن ما بين الطبقات إيش يعني؟ إذا تتذكروا في الرياضيات زمان لما كنا نقول تقاطع المجموعة الفلانية مع المجموعة الفلانية، يعني بيطلع لي شو المشترك ما بين المجموعتين، فهذا مفهوم الانترسكت. اليوم رح نتعلم شغلة جديدة في بخصوص هذا الموضوع. طيب واحد بيسألني طب ايش بدنا نعمل احنا اليوم؟ اليوم اللي احنا بدنا نسويه انه عندنا مجموعة من المدارس، نقاط المدارس، عندنا مثلا هاي الخريطة، عندي مجموعة من المدارس موقعة على الخريطة. هاي المدارس بتشمل المدارس الموجودة في قطاع غزة. طيب هاي المدارس بدي اعتبر ان كل مدرسة، افتراضا ان كل مدرسة بتغطي مساحة معينة حواليها من السكان، او بيقدر مجموعة من السكان ساكنين بمحيط معين بيقدروا يروحوا على هاي المدرسة. فبدنا نفترض افتراضا، طبعا نحكي افتراضا لانه كل شيء مش صحيح 100%، بدنا نحكي افتراضا. فنفرض انه ايام كنت تروح على المدرسة ابعد طالب عن المدرسة كان قديش يكون مثلا، او قديش يمشي مثلا، قديش ابعد طالب عن المدرسه بيقدر يروح على هاي المدرسه؟ ممكن كيلو، كيلو ونص. ابعد طالب ممكن يكون كيلو، كيلو ونص، تمام. هذه الارقام افتراضيه. طيب ليش افتراضيه؟ لانه احنا اول حاجه صعب عندنا هنا في غزه تقدر تحصل على بيانات ومعلومات للمدارس، او بشكل عام معلومات بشكل عام صعب ان انت تقدر تجيبها، لانه عندنا بتعامل مع الموضوع بشكل هيك امني شويه، يعني صعب لما بدك تجيب معلومات، بدك اوراق ومش عارف ايش وتنسيق عشان تقدر تجيب معلومات بسيطه. فاحنا عشان احنا ما عندناش معلومات، انا بس بهمني حته انه انت تعرف تطبق، لو توفر عندك معلومات تقدر تطبق عليها. فاحنا اليوم بدنا ناخذ كل المواضيع هاي اللي بدنا ناخذها افتراضيه بسبب انه انا بدي اياك تتعلم كيف تطبق. لو توفر عندك معلومات صحيحه 100% فيش مشاكل، تطبق عليها نفس التطبيق، يعني اللي هتطبقه هن هتطبقه على المعلومات الصحيحه، تمام. ثاني شغله انه انا المدارس الطبقه اللي موجوده عندي فيها مدارس ابتدائيه وثانويه وكل مجموعين مع بعض، فانا هاي المدارس
المفترض انا لو شغل صحيح اقسم المدارس هذه لكل واحد على حده، لانه الحاجه للسكان لمدارس ثانويه بختلف عن حاجتها لمدارس ابتدائيه، كل عمر له اختلاف. فايش اللي مطلوب منا اليوم؟ حنوقع المدارس هذه وحناخذ بفر حوالين كل مدرسه بمقدار كيلو ونص افتراضا، وبعدين راح نشوف وين المناطق اللي ما فيش فيها انتشار للمدارس، او المناطق اللي المضطر الطالب يمشي فيها اكثر من كيلو ونص عشان يوصل المدرسه، ونقول انه والله هذه المناطق مثلا محتاجه انا والله مدرسه، فبدنا نحدد ايش الاماكن اللي القطاع غزه محتاجه لمدارس. وبعيد وبكرر الكلام هذا افتراضي مش مظبوط 100%، لانه الداتا اللي عندنا مش مقسمه بشكل صحيح. في اي مشاكل؟ هذا بشكل نظري ايش بدنا نعمل اليوم، هذا اول جزئيه من اللي عملناها. في اي مشاكل؟ طيب الجزئيه الثانيه اللي بدنا نبلش فيها بعد ما نخلص هذا الكلام ان شاء الله، الجزئيه الثانيه اللي راح نمشي فيها هي جزئيه البونص اللي انا حكينا عنه، كيف احنا نحول انظمه الاحداثيات، كيف نجيب احداثيات من جوجل نحطها على اكسل، ومن اكسل نروح نرحلها على الارك ماب. هذا شيء بيفيدك جدا، سواء بدك تعمل شيب فايل، بدك تعمل اللي بدك اياه، بتاخذ هذه البونص من اي برنامج بيوفر لك احداثيات، وهي الاحداثيات بتوديها على الارك ماب وبتحولها لنظام الاحداثيات اللي بدك اياه. طبعا البونص ما حدش فكر يستخدم البرنامج في انه يحول، استخدم برامج خارجيه، ف ما حدش فكر بالبرنامج نفسه، انه البرنامج نفسه ممكن هو يحول عادي مش مشكله. فبدنا نتعلم اليوم كيف بدنا نحول ما بين الاحداثيات عن من خلال البرنامج نفسه. طيب نبلش الشباب واحده واحده. في اي سؤال بس في النظر اللي حكيناه بشكل عام؟ انا بس بدي اختص في موضوع البوينتس اليوم. بدنا ناخذ مثلا احداثيات او نقاط معينه، انت مثلا بدك تاخذ نقاط معينه من جوجل ماب او جوجل ايرث او خرائط بينج واتيفر، يعني المكان اللي انت هتجيب منه، وهتاخذ هذه الاحداثيات تحطها على اكسل، معك ملف احداثيات اكسل لكن باحداثيات عالميه. طب انا بدي احداثيات تكون فلسطينيه، بدي اعرف احداثيات الفلسطينيه الصحيحه، او احداثيات جغرافيه بدي احولها لنظام مسقط، بدي احسب في ايدي واعمل قصه طويله. فانا من خلال البرنامج بيعمل لي كل هذا الكلام، فبدنا نتعلم كيف راح نعمل هذا الكلام على البوينتس. لا، البرنامج بيتعامل مع اي نظام احداثيات بدك اياه، سواء جيوغرافيك بروجكتد مسقط او عالمي او اي احداثيات. عنده انظمه احداثيات كبيره، كل الاحداثيات تقريبا سواء محليه او عالميه. تمام، احنا تعاملنا مع نظام احداثيات واحد، وبالستاين 1923 الجريد، اللي هو بالستاين 1923 هذا نظام الاحداثيات اللي تعاملنا احنا معه. فبدنا نجيب احداثيات من برا ونرجعها لنظام الاحداثيات اللي احنا بنشتغل عليه المحلي تبعنا. تمام. طيب اول حاجه بدنا نبلش فيها شباب، احنا بنفتح البرنامج بالطريقه هاي. بدنا نجيب اللي هي الطبقات اللي انا محتاجها في الشغل. هنبدا نجيب الطبقه تبعت الحدود، او خلينا ناخذ الجوفرنيت، هناخد طبقة المحافظات، محافظات قطاع غزة. تمام يا شباب. طيب بحتاج كمان طبقة اسمها سكولز، هاي سكولز، هاي مجموعة الايش السكولز اللي موجودة عندنا هان. تمام. طيب قلنا ايش اللي بدنا نعمله؟ بدنا نستخدم اداة البفر. خليك معايا، خليكم معايا يا شباب. لا، هاي المدارس كلها، اعدادي ثانوي ابتدائي بعتقد كل المدارس. يعني لو فتحنا هنا الاتريبيوت داتا تبعها راح نلاقي في عندنا 420 مدرسه تقريبا، ما يقارب بعتقد الوكاله لها 230. طب سكر ده. عندنا تقريبا هنا 420 مدرسه، ما يقرب من الوكاله لحالها اعتقد لها 230 مدرسه في غزه بعتقد، يعني مش فاكر الرقم بالضبط بس تهيألي 230 حاجه زي هيك ممكن. فممكن في مدارس تكون مش موجوده. المهم يعني احنا بدنا نطبق على هاي الطبقه موجود فيها المدارس اللي في قطاع غزه. طيب اول حاجه بدنا نبلش فيها، بدنا نجيب الارك تول بوكس. الارك تول بوكس حكينا المره اللي فاتت لو ما كانش موجود هنا بنلاقيه من هنا، من هذه الاداه، من هذا زي صندوق العده. ما لقيتوش بتروح على جي بروسيسنج وبتفتح على هاي ارك تول بوكس لو ما كانش موجود. طيب ماشي،
ايش الاداه اللي بدنا نستعملها؟ حكينا بدنا نستعمل اداه الاناليسيز تول. اناليسيز تول. طب نيجي على ابروكسيميتي وبدي اعمل يا شباب بفر لطبقه المدارس. فتحناها. طيب في شغله انا ما حكيناش عنها المره اللي فاتت، ما كانتش موجوده، احنا كنا عاملين هايد للهيل. طيب اي اداه انت بتفتحها يا شباب ممكن لو قرات الشرح المختصر عنها تفهمها مباشره بدون ما تحتاج انه انت حدا يعلمك هاي الاداه. طيب بنقرا هنا التعليمات او الهلب اللي معطيني اياه. شباب خليكم معايا، لو انا فرضا انا بعرف شو يعني بفر اساسا، يا شباب بدي اجي اقرا الهلب اللي هان، ايش بقول لي؟ بديش اطلع مثلا على الشرح، بدي اشوف الرسمه. غالبا بكون موفر لك رسمه يشرح لك فيها. بقول لك الانبوت شايفين ثلاث نقاط، معمول انبوت انه انت حطيته ثلاث نقاط، ايش طلع لك اوتبوت؟ قال لي الاوتبوت تبعك شايف عمل لي بفر، يعني احنا لاحظنا انه هان عمل لي دائره حوالين النقطه اللي انا دخلت له اياها، معناته هذا موضوع بفر. طب تعال نقرا الديسكريبشن تبعها، كرييت بفر بوليجون اراوند انبوت فيتشرز، يعني انا بدي اعمل لك بفرز حوالين الفيتشرز هاي. فانا بقدر افهم اي اداه من خلال بس ما فهمتش الاداه هاي بروح على تول هيل. طبعا هذا اوف لاين مش محتاج نت، على التول هيل بنزل مع البرنامج هذا، تقدر تقرا عن الاداه هاي بتفاصيل كامله بتطبيقات بدك تطلع عليها، فبتفهم الاداه لحالك بدون ما تحتاج انت انه انت حدا يشرح لك اياها لو بدك اي اداه ثانيه. طيب هذه شغله. ثاني شغله لقيت نبلش نكمل في شغلنا، بدنا نروح على طبقه المدارس. بس قبل طبقة المدارس يا شباب في شغلة، بدنا نحكي عنها هان في البفر. تعالوا شوفوا هان، في هنا ايش بقول لي؟ بقول لي الاوتبوت في عندي اشي اسمه الديسولف تايب. لو لقينا هان في بتلاقي هان اشي اسمه الديسولف تايب، هذا الاشي ما شرحناهوش المرة اللي فاتت. طيب شو الديسولف تايب؟ الديسولف تايب في عندي منه ثلاث انواع، ثلاث انواع. اثنين، ثلاثة. النوع الاول بنسميه نان بدون ديسولف، ترجمتها بالعربي ديسولف الانتشار او لا يعني المهم الذئبية او حاجة زي هيك يعني. تمام، فاحنا بدنا نفهمها كمصطلح، يعني ديسولف تايب هو نوع الاشكال اللي انت قاعد بتطبقها كبفر. كيف النان؟ زي ما اشتغلنا المرة اللي فاتت بالضبط، عندي ثلاث نقاط، هاي نقطة بنعمل بفر حواليها بالطريقة هاد، وهي نقطة وهي نقطة، بنلاحظ انه في تداخل ولكن هو فصل التداخل عن بعض، مثلا هاي النقطة رقم واحد، نقطة رقم اثنين، نقطة رقم ثلاثة، فكل نقطة بيعمل لها بفر لحالها. لو فتحت الاتريبيوت داتا زي ما شفنا المرة اللي فاتت بنلاقي كل نقطة قبالها البفر تبعها والبفر اريا حلو لكل نقطة لحالها. هذا النان اللي تعاملنا معنا المرة اللي فاتت ديفولت عادي. طيب شو الثاني، النوع الثاني؟ النوع الثاني بنسميه اول. ايش اول؟ ايش بيسوي؟ بيجي بمسح هاي التداخلات. بصير ايش؟ بصير الشكل بالطريقه هاي، كتله واحده. فبصير عباره عن كتله واحده، لو فتحت الاتريبيوت داتا بنلاقي الاريا لكله مع بعض. هذا النوع الثاني من الديسولف. طيب النوع الثالث اللي هو ليس. ايش الليست؟ الليست نفس الطريقه بيعمل نفس الحاجه ولكن بيقسم لك اياهم على اساس انت بدك اياه. يعني مثلا لو انا مدخل للنقاط هاي اي دي، عمود اي دي مثلا اي دي 1 2 3، انا بدي اياه يضل محافظ على الاي دي هذا، يقول لي انه 1 مسحته كذا و2 مسحته كذا و3 مسحته كذا. بستخدم ليست وبناء على اللي هو ايش؟ الايش؟ اي دي الفيلد اللي انا مدخله اسمه اي دي. فهمنا شباب؟ في اي سؤال في هذا المصطلح؟ لا، في النان ما عملش التداخل حافظ عليه، ما دوبوش هذاك بيشيل التداخل، بيدخل مع بعض بيصير مساحه واحده، بس بضلوا فاصل بناء على فيلد معين انت عامله. فهمتوا علي؟ طيب خلينا نشوف هان، نيجي على المدارس.
هانا بنحفظ وين ما بدنا احنا نحفظ يعني. بس كمان شغلة بدي اقول لكم اياها، اي نافذة بتفتح معانا خليكم معانا يا شباب، محمد خليك معانا. اي نافذة بتفتح معانا هان بنلاقي اي شيء ضوء اخضر هانا معناته لازم تعبيها، هذا اجبارية لازم تعبيها عشان يشتغل معك الاداة. طيب احنا قلنا بدنا نستخدم لينير ونعتبر انه ايش 1000 متر، نعتبر انه كل مدرسة بتستوعب حواليها بكيلو، مثلا الطلاب اللي حواليها كيلو متر، 1 كيلو متر. تمام يا شباب، نيجي على الميثود خليها بلانر، بنيجي على الديسولف بنقول له ايش بدناش اياها، بدنا نفرض انه هي اول. شفناها المرة اللي فاتت كيف بفصلهم عن بعض، اول يعني بده يدمجهم كلهم مع بعض، بده يدمج كل المساحات اللي متقاطعة مع بعض. طيب لو لاحظوا لو عملت ليست بتلاقي هاي فتحة بيفتح لي ايش الاتريبيوت داتا اللي موجودة في الطبقة، وبناء على ايش بدك تعمل ليست. تمام، طيب خلينا على قصة اول نقول له اوكي. لازم يظهر معانا هنا الصح الرسالة انه ايش انه تمت العملية. براحت هيا تم. شايفين كيف يا شباب؟ لاحظ انتهى، خلينا نميزه بس بلون. لاحظ انتهى ايش؟ لاحظوا انتوا انا شباب شايفين كيف النقاط المتداخلة مع بعض اعتبرها مساحة واحدة. ولو جينا فتحنا هان open attribute شايفين شايف area كامل لكل اللي ايش كله، لا كarea كarea بجمع كل الarea، لكن كتقاطعات بس المتقاطع مع بعض بدوبوا مع بعض وخلص. يعني هان فيش تقاطع، شايفين فاضي ما عملش تقاطع. لو حطينا نظر الاول كان حسب كل واحده، كل واحده كل نقطه على حده، او فصل كل واحده فصل كل واحده عن الثانيه. تمام، طيب خلينا احنا بنتعامل مع الشكل هذا. طيب لاحظوا انتم هذا الشكل اللي موجود عندنا هان، في مناطق هنا مش موجود فيها مدارس او مش مغطيها المناطق، او مضطر الطالب يمشي اكثر من كيلو عشان يصل مدرسته، فاحنا بالتالي هاي المناطق ممكن نقول والله انها بحاجة الى مدارس. طب كيف بدي اخرجها كطبقة لحالها؟ هنا السؤال، كيف بدي اخرج المناطق هاي؟ هاي بس المناطق هاي مفيش فيها خدمة، يعني نعتبر انه هذا الاحمر هو مناطق خدمة المدارس. خليك معانا يا ابو مناطق، مش هذا انا اقول خليكم معانا يا شباب، مناطق خدمة المدارس بدنا نطلع هاي المناطق لحال. كيف نطلعها لحال؟ كيف بون؟ نعمل زي ما عملنا في ترسم يعني؟ مش حل طب حلو، انترسكشن. طب لو عملت انترسكشن ما بين الطبقة هاي والطبقة هاي اللي ايش حيطلع معانا؟ ايش هيطلع؟ يعني لونها احمر صح؟ طب ماشي، هذه المناطق هاي اللي برا هتطلع معايا ولا لا؟ لا ولا لا؟ لا خليه يجاوب. ولا لا؟ لا بيطلع معاه؟ طب ليش يعني هلقيتها عادل؟ لازم في التقاطع يكونوا المجموعتين فيهم نفس العنصر. لقيت هذه المنطقة هل في المجموعتين نفس العنصر؟ لا، موجودة في البفر بس مش موجودة في الكبرنيت، فمش حياخدها معك. فأول خطوة أنا بدي أعمل انترسكشن، فبطلع مين؟ بس المناطق المشتركة، هذا واحد. طيب بعدين أنا بديش المناطق المشتركة، بدي المناطق اللي برا. فإيش بدي أسوي؟ بدي أعمل عكس الانترسكشن اللي هو أداة جديدة رح نتعلمها، هي إيش؟ الديفرنس. الديفرنس الفرق ما بين الطبقتين. فخلينا نشوف كيف بدنا نعملها. نيجي على الارك تول بوكس، بنفتح الاوفرلاي وبنيجي على انترسكت.
بنقول هاي السكول بفر وهاي المحافظه، بنقول له عمل لي انترسكشن ما بين الاثنين. لاحظوا هنا في الشرح برضه شرح نفسه بقول لك الانبوت زي هيك، هاي الاوتبوت بدون ما تقرا، طلع على الرسمه راح تفهم لحالك. بنقول له ايش؟ اوكي هاي ظهرت معنا، شايفين؟ خلينا نلونها بلون اخضر، ممكن يبين هاي مبين. طيب نلغي الاحمر هاد، شايفين الطبقه؟ قص المناطق اللي مش مشتركه، بس طلع لي مناطق مشتركه. خلصنا؟ طيب ايش هاي المحافظه؟ طيب هذا التقاطع ما بين الطبقتين. خلصنا؟ طيب بنيجي على قد بدنا نعمل الخطوه الاخيره اللي هي من التول بوكس بدنا نتعرف على اداه جديده للسيمتريكال ديفرنس. سيمتريكال ديفرنس بده يجيب لي الفرق ما بين الطبقتين، يعني ايش اللي مش مشترك ما بين الطبقتين. بدي اقول له الطبقه الاولى اللي هي عندي المحافظات، والطبقه الثانيه الابديت، الابديت فيتشر بدي اياها الانترسكشن. باجي بقول له ايش الانترسكشن اللي انا طلعته، بقول له اوكي. هسه بتلاحظ انه راح يطلع معنا بس الطبقه هاي، خلينا نلونها بلون لاحظوا كيف لو اخفينا الطبقه محافظات واخفينا طبقه الانترسكت ونشيل النقط كمان، فاي هاي المناطق اللي ما فيهاش امتداد لمدارس او ما فيش خدمه مدرسه، او مضطر الطالب يمشي فيها منطقه طويله كثير عشان يوصل لمدرسته اكثر من كيلو. فلو بدنا نحسب مساحتها برضه بنيجي بالزر اليمين او بالاتريبيوت اساسا، هذا الشيء بديهي بسرعه. نيجي هام نضيف خانه بنقول له الاريا كالكوليت جيومتري اريا، بس بيحسب لك الاريا تبعت هاي المساحه. لو انا حسبت الاريا تبعت هاي المناطق جبت الاريا، مثلا عندي اريا بعرف انا ان المدرسه بتقدر تخدم اريا كذا، يعني كل مدرسه بتخدم مثلا خلينا نقول 5 كيلو مثلا يعني. فبنيجي بنقسم الرقم هذا على 5 كيلو بنطلع معنا ايش كم مدرسه انا محتاج كرقم او مؤشر او انديكيشن سريع بدك تحتاج قديش مدارس عشان تغطي هاي المنطقه. هذا تطبيق من التطبيقات اللي ممكن تستعمله. في اي سؤال؟ زي ما بدك انت، لقيت انا استخدمت الاول لان انا محتاج طبقه كامله، بدي اريا كامله مش محتاج افصل في الاريات. لو انا مثلا في مكان ثاني محتاج افصل في الاريات بدي اياها اريات لحال، بستخدم ليست بناء على ترقيم معين او حاجه انا بدي اياها. فحسب انت ايش بتحتاج، ايش انت اللي عايزه، المهم انت الكونسبت يكون موجود عندك انه انت لو احتجتها تلاقيها موجوده. في اي مشاكل؟ تمام. مين اللي قال تمام؟ طيب بما انك قلت تمام وبشار طيب نفوت يا شباب على الجد في موضوع جديد، وهو موضوع البونص اللي حكينا فيه البروجيكشن. انا بتفهم انت ايش معنى شباب الجد. نفوت في موضوع جديد، موضوع البروجيكشن او موضوع البونص اللي احنا حكينا فيه. موضوع البونص كان عباره عن انه انا اجيب مجموعه من النقاط من اي برنامج بدك اياه، وهي النقاط تمام بدك تجيبها وتوقعها على خريطة قطاع غزة، تمام يا شباب؟ فهاي النقاط بدك تحولها لنظام الإحداثيات الفلسطيني، هاي اللي كانت المشكلة أو التحدي يعني. طيب بس قبل خليني نسأل سؤال أنا نسيت أسألك. إحنا لقيت حاليا يا شباب بدنا نجيب مجموعة من النقاط، النقاط هاي جبناها من ملف إكسل، الإكسل منو جبناه؟ من جوجل إيرث أو بغض النظر منو جبته. وبدنا ندخلها على الارك ماب بنظام احداثيات. طب احنا جبناها من جوجل ايرث بنظام احداثيات عالمي دبليو جي اس 84، بدنا نيجي ايش نسوي؟ نحولها لنظام الاحداثيات الفلسطيني ل 1923. تمام يا شباب؟ هذا اللي بدنا نعمله، خلينا نتوكل على الله. طيب اول حاجه بدنا نيجي هنا نضيف، او قبل ما نضيف خلينا نفتح الارك كتالوج بيكون افضل. طيب بنيجي هان في شغله هنا بدي اشرحها بشكل سريع. هنا في شيء اسمه الداتا فريم. شو الداتا فريم؟ خ...
خليك معانا يا الداتا فريم يا شباب. الداتا فريم هو الواجهه اللي انا بشتغل عليها. شو نظام الاحداثيات تبعها؟ لو جيت هنا ضغط بالزر اليمين وخدت بروبرتيز بنلاقي انه الكوردينيت سيستم هنا نو كوردينيت سيستم. نو كوردينيت سيستم، ما فيش اي نظام احداثيات موجود على الداتا فريم عندي. الداتا فريم هي ايش؟ واجهه العمل، فيش عليها نظام احداثيات. طب ايش الديفولت تبعها؟ الديفولت تبعها ان انا اول داتا انا بضيفها بياخذ نظام احداثيات تبعها بيصير يشتغل فيه. طيب تعال نشوف كيف. لو بدنا نضيف مثلا اللي هي جازا جوفرنس، تعال نقول بروبرتيز، بنلاحظ انه هي ايش النظام الاحداثيات تبعها بالستان 1923 جريد، وبنلاحظ انه البروجكشن كازيني. في انواع للبروجكشن، خليك معايا يا في انواع للبروجكشن. في عندنا النظام اللي بنستخدمه احنا البروجكشن كازيني، تمام. وبننزل هنا بنلاقي ايش الجيوغرافيك كوردينيت سيستم هو بالستان 1923، تمام. فهذا لو جبنا وضفناه هان، هاي شايفين كيف علينا هان، نقول بروبرتيز بالستان. لو لاحظنا انه الداتا فريم تبعتي صارت ايش بالستان 1907، ما كانت مش موجود فيها نظام احداثيات، فبنلاحظ انه بتغير حسب نظام الاحداثيات. طيب بنيجي هان بدنا نضيف البوينتس اللي احنا حكينا عنها. البوينتس موجودة هنا في ملف اكسل، موجودة في ملف اكسل. ملف الاكسل انا جبته من وين؟ جبته من جوجل ايرث. خلينا نفتح هنا مرة جديدة عشان نشوف كيف نجيبه من اكسل نحوله لشيب فايل. حكيناها بس نعيدها كمان مرة. الاكسبورت داتا تو شيب فايل زي ما احنا اشتغلنا قبل، بس بدنا نعيدها. بدنا نيجي هان نقول له تمبلت جديد. طيب بنيجي على، شايفين الشيت هاي؟ بدي استوردها، باجي على فايل زي ما تعلمنا قبل، فايل اد داتا اد اكس واي داتا. باجي هان بقول له جيب لي الشيت رقم واحد. طيب ايش النظام الكوردينيشن تبعها؟ باجي بعمل له ايديت، بروح على هو نظام احداثيات جغرافي، لانه انا جايبها بنظام احداثيات جغرافي. ايه جغرافي؟ يعني لاتيتيود لونجيتيود، لاتيتيود لونجيتيود يعني نظام الدجري، ديسيمال الدجري. بس هنا الارقام عندي شايفينها كيف؟ 34 31. لما تكون الارقام صغيره غالبا بيكون نظام احداثيات عالمي. فباجي على جيوغرافيك وورلد على دبليو جي اس 84، تمام. بقول له اوكي اوكي اوكي، هاي نضفناهم. طيب بدي اجي على داتا اكسبورت داتا، بقول له احفظ لي اياها بالمكان الفلاني، بقول له اوكي. خلص هيك حفظناها كايش؟ كشيب فايل. خلصنا منها كشيب فايل، ما بلزمناش هذا. نيجي بنلاقيها بالطريقة هاي، هاي بوينتس بنظام احداثيات دبليو جي اس 84، تمام يا شباب. في اي سؤال في هذا الكلام؟ بس هجيب ملف اكسل تحوله لشيب فايل عشان تبدأ تشتغل عليه. طيب هذا نظام الاحداثيات دبليو جي اس 84، شو بتتوقعوا لما نجيبه واسحبه واحطه هان؟ ايش بده يصير؟ ايش؟ يعني حتروح على مكان ثاني؟ لا ما مش حتروح، من نفس النظام، يعني هي نفس النقاط في نفس المكان، بس اللي بيختلف قصة الاحداثية مش حتيجي الاحداثية صح، حتيجي صح. ليش ما تجيش صح؟ ماشي، بس انت يوم ما رسمت النقاط راح يتغير مكانها بناء على نظام الاحداثيات؟ مش راح يتغير، نفسه، بس الاختلاف كيف تحسب الاحداثيات هذه. واحد بيقول لك انه هذه الاحداثيات بناء على النظام هي 31، انت بتقول لي بناء على نظامك هي 1050. انا وياك زي بعض في نفس المكان، لكن انا بحكي عنها بطريقه ثانيه او بسميها بمسمى ثاني. بس مكان صح وصرفه اه في من العالميه للمحليه، تمام. بدي اعملها بروجكت اه. طيب فاحنا بنلاحظ انه هلا لما نضيف وطلعوا ايش البرنامج راح يقول لي. حنيجي هان نقول له اضافه، ايش راح يقول لي؟ بيجيب لي هذا الحوار، ايش بقول لي؟ بقول لي انه النظام الاحداثيات اللي انت مدخله هذا هو نظام احداثيات عالمي معتمد على الداتا 1984. طب ونظام الاحداثيات تبع الداتا فريم اللي احنا شغالين عليه هو بالستان 1923، عمين يا عمي ارد؟ وهيك بالعربي بقول لك، تمام. فبتيجي بتقول له اعمل لي ترانسفورميشن. ترانسفورميشن تحويل. تحويل من مين؟ من ال دبليو جي اس 84 للبالستان اللي هو تبع الداتا فريم اللي انا بدي اياه، انا بدي اياه بالطريقه هاي.
بقول له ايش؟ اوكي كلوز. بنلاحظ انا بنحطها فوق هنا، هايهم ظهروا عندي في المكان اللي انا بدي اياه. انا هنا اصلا اخترت النقاط، موجودين في غزه. تمام يا شباب؟ فاحنا هيك ضفنا النقاط، والبرنامج حذرني انه انا قاعد بتعامل من داتم لداتم. يعني البرنامج ايش عمل؟ البرنامج اللي عملناه توي على الورق، مسك الباراميترز طبقها وحول لنظام احداثيات ثاني. فهمنا يا شباب؟ فهمنا؟ طيب بنروح نلاحظ هنا، بناخذ بروبرتيز، بنلاحظ انه ايش الكوردينيت سيستم، ايش دبليو جي اس 84. هلقيت هنا بيجي دورنا ان انا بدي احول. كيف بدي احول الاحداثيات؟ باجي على الارك تول بوكس، في اداه اسمها داتا مانجمنت تولز. الداتا مانجمنت تولز، ركزوا، داتا مانجمنت تولز. بنيجي على امر اسمه ايش؟ بروجكشن اند ترانسفورميشن، التحويل. مين لابلستان؟ هذا عبلستان، هذا دبليو جي اس، هذا دبليو جي اس. هاي طلع، هاي دبليو جي اس، شايفين؟ ما فيش له نظام. هذا على سوري، هذا ايش؟ عبلستان 1923. يعني هذا بروجكتد، هذاك نظام مش بروجكتد، عالمي. في فرق ما بينهم. فانا لما بدي اجي احول بدي استخدم الارك تول بوكس، واجي اقول له ايش؟ بروجكشن اند ترانسفورميشن. في اداه اسمها ايش؟ بروجكت. هذه البروجكت. قبل ما نفوت بالبروجكت ها، بدنا نحكي عن اداه ثانيه اسمها ايش؟ اسمها بروجكت راستر. هلقيت البروجكت هاي اللي احنا بدنا نتعامل معاها هسه هي للفيكتور، للبوينت ولا اللاين ولا البوليجون. لما بدي اتعامل مع صوره بدي احول نظام احداثياتها، هنا باجي بروجكت راستر. تمام؟ هذه شغله. شغله ثانيه، في عندي ديفاين بروجكشن. في شاب سالني، بعتقد هو اللي قاعد بيلعب في الجوال، هو هذا ضلك يلعب في الجوال. سالني مره قال لي انه كيف انا اشتغلت شيب فايل وتمام التمام، ولكن الشيب فايل هذا ما حطيتلوش نظام احداثيات، ايش اسوي؟ هلقيته هل احذف وابدا من جديد؟ لانه احنا لما نضيف هنا، لو جينا على الكتالوج هنا وضفنا شيب فايل، بيطلب مني احط الكوردينيت سيستم. طب انا لو قلت اوكي ونسيت احط له الكوردينيت سيستم واشتغلت عادي، ايش بدي اسوي؟ بدي اضطر ارجع احذف وابدا من جديد؟ لا، من هنا من الارك كتالوج باجي على ايش؟ على ديفاين بروجكشن. لازم الطبقه ما يكونش لها بروجكشن عشان تعمل لها ديفاين. باجي على ديفاين وبحدد لها ايش؟ البروجكشن اللي بدي اياه. طيب خلينا احنا نتعامل اليوم مع بروجكت، بدنا نختص في بروجكت. البروجكت هي التحويل من نظام لنظام. بنيجي بنقول له ايش بدك تحول انت؟ بدي اقول له انا بدي احول طبقه البوينتس اللي هي هاي، شايفينها الانبوت كوردينيت، جاب لي اياها لحاله. ايوه دبليو جي اس 84، بدي اياه احفظها في مكان معين مثلا، وبدي اقول له اعمل لي اياها ببالستاين 1923. هذا او هذا نفس بعض. اوكي، لاحظوا هنا شايفين جيوغرافيك ترانسفورميشن. ايش الجيوغرافيك ترانسفورميشن؟ هي مجموعه البارامترز اللي راح يستخدمها مين؟ البرنامج. هي مسميها بالستاين 1923 تو دبليو جي اس 1984 1 اكس. في اكثر من نوع، هاي شايفين في انواع هنا. تمام؟ خلينا احنا على ايش؟ على الديفولت تبع البرنامج، ما نلعبش فيه. لو بدك تدخل بارامترز ثانيه يتعامل معها بتقدر، فيش مشكله. وبنقول له ايش؟ اوكي. خلصنا لعند الان، ايوه اظهر لي طبقه جديده بنفس المكان، ولكن لو جيت عملت اوبن اتريبيوت تيبل هنلاحظ هاي الاحداثيات، بس هذه الاحداثيات طلعوا انتم 34 31. طيب لو رحنا طلعنا هان، تعال حط هان، وين ال 34؟ طلعوا هان، هان فشي صح؟ ليش؟ هو تعامل مع الطبقة كنظام احداثيات عالمي، لكن وقعها على نظام احداثياتي انا. فلما بدي اجي احسب الاحداثيات الحقيقية الصحيحة، بدي اقول له add field، وبدي اياه دبل اي اكس اكس مثلا، دبل عشان بيطلع معايا كسور. فهمنا يا شباب؟ بيطلع معايا كسور. وهي هذه اللي ايش؟ باي 1. خلينا نقول دبل. اوكي، نيجي نقول له كالكوليت جيومتري، وقلنا الرساله هذه لايش المره الفاتت. نقول له اكس كوردينيتس، ولاحظوا هان
الكوردينيت سيستم للداتا سورس هيو، والكوردينيت سيستم للداتا فريم برضو صار زيه. تمام؟ فانا بدي اياه على البالستاين، بدي اياه بالمتر، بقول له اوكي يس. بنلاحظ انا انه طلع معايا هذه الاحداثيات الصحيحه. ونفس القصه انا بقول له كالكوليت جيومتري يس، بدي الواي كوردينيتس اوكي يس. بنلاحظ انه انا الاحداثيات صحيحه. لو لاحظنا انه النقطه هاي الاولى هايها، لو جينا عليها لاحظوا انتوا الارقام 96000 و11 110000. هاي شايفين 96110 تقريبا، يعني جاء بالضبط عليها. فهاي ملخص نظام التحويل من اي نظام لاي نظام. تمام يا شباب؟ لو كان عندي صورة يا شباب، لو كان عندي صورة انا بنظام احداثيات عالمي وبدي احولها لنظام احداثيات فلسطيني مثلا، لا زي الصورة الجوية اللي تعملنا معاها، مش ورجيتك صورة جوية، مرجع جغرافيا، لكن مسجل بنظام احداثيات، يعني معمولة بنظام احداثيات معين. من هنا باجي على راستر وبروجكت راستر، بفتح هاي الأداة. طبعا قلنا بنتبع نفس الخطوات في اي أداة بنستعملها، اي أداة احنا بنستعملها بنتبع نفس الخطوات. بنيجي على الانبوت الاخضر لازم نعبيه، بنحط له ايش الصورة، وبنيجي الاوتبوت للراستر بدنا نحط له هو الكوردينيت سيستم اللي بده يستخدمه، وبقول له اوكي. ما شارح نفسه اي أداة بتستعملها بمشي على الخطوات. فيش مشكلة، بتاخده بس بنظام الاحداثيات اللي ارتسم فيه. اقول لكم مثال كيف. المشكلة انه مرات انت بتلاقي نظام احداثيات، مثلا واحد رسم شغلة، تمام، احنا مثلا رسمنا شغلة بنظام احداثيات مثلا عالمي، تمام، وجيت انا بدي غيرت نظام الاحداثيات اللي هي مستخدمة فيه، مثلا حطيت نظام احداثيات فلسطيني، رحت عملت من البروباليتيز غيرت نظام الاحداثيات ورحت وقعت على الخريطة، بنلاقي ما تغيرش ولا اي حاجة في الموضوع. ليش ما تغيرش؟ المبدأ انه انا زي عارف كيف الفكرة، خلينا نفكر فيها مثلا زي قصة انه عندي بركانة، تمام، ورحت حطيت عليها ليبل مكتوب انه هذه تفاح، هي بالاصل بركانة، مش هتتغير. لما تحط ليبل انه هي تفاحة، لما البركانة كأنه هي مثلا ارتسمت بنظام احداثيات WGS 84 انه هي يعني عادي خلص بركانة. لو انت رحت غيرت البروباليتيز تبعها بدون ما تعمل تحويل زي ما عملنا تحويل تو، في شباب بيجوا من هان، هذه غلطه كبيره وهتقع فيها. بيجي من هان بقول البروباليتيز وبروح على هانا وبغير نظام الاحداثيات من هان. انت عارف ايش عملت بالطريقه نفس اللي احنا بنقوله عليه، بقول انه هذه برتقاله، هي في الاصل برتقاله ولكن حطيت عليها لزقه وقلت والله تفتح، حط لها برتقاله مش هتغير، بس انت شلت اللزقه بس حطيت لزقه ثانيه. فهذا هنا الفكره، هو هتعمل زي ده، لازم تعمل تحويل من خلال الاداه اللي احنا بنستعملها. تمام يا شباب؟ هذه مشكله ممكن يقع فيها الواحد. خليك معايا يا محمد. مش عارف انا بتلعب في الجوالات، يعني مش فاهم انا يعني. طيب في اي مشاكل يا شباب؟ ايش يعني؟ اقوم اروح يعني؟ يعني بقوم اروح زي بدك عادي يا باشا. ها لا لسه ما خلصش محاضرتنا اصلا. في اي مشاكل يا شباب عشان افوت في موضوع الواجب؟ ايش مطلوب منا؟ في اي سؤال؟ هاي التحويل بين أنظمة الإحداثيات، في أي سؤال؟ طيب في شغلة بس أخيرة بدي أقولها، ممكن تحول من 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 بس مش من البرنامج هذا، ممكن تيجي على موقع أعتقد موجود معنا اسمه، في موقع إلكتروني اسمه إيش؟ هاي E-S هذا طبعا موقع بيوفر لك انه انت تحول بين انظمه الاحداثيات كلها يعني.
من فلسطين الى عالم الى مش اللي بدك اياه. فهذا برضو ممكن تستعمله بنفس الطريقه. تمام يا شباب؟ في اي مشاكل؟ يا اما البرنامج يا اما عليه، فيش اي مشاكل. في اي مشاكل؟ في اي مشاكل يا شباب؟ خلينا نشرح الواجب. ندوس. طيب سجلوا عندكم ايش بدنا نقول في الواجب. اول حاجه يا شباب طيب رقم واحد يا شباب بدنا نستعمل الصوره الجويه اللي في الاول استعملناها. ركزوا معنا يا شباب، عندي الصوره الجويه اذا فاكرينها اول مره احنا استعملناها لما عملناها ارجاع جغرافي. انا عملت ارجاع جغرافي في فيديو جيوريفرنس. ذكرينا الصوره هي هاي الصوره بدنا نستعملها. بدنا نستعمل الصوره هاي وناخد شارع الجامعه وشارع الجامعه بدنا نرسمه. هنرسم شارع الجامعه انا نعم. هنرسم مبنى جامعه اسلاميه وجامعه الازهر وكم من مبنى موجودين ايش في المناطق، يعني المناطق حوالين الجامعه كم المبنى مبينين معك، والمباني تكون جايه على الشارع. هذا اول شغله. تمام؟ ثاني شغله بدنا نعمل بفر حول المباني، بفر للشارع. طبعا هذا كله موجود معنا في وين؟ في هذا اللي هو اللي نزلنا لكم اياه، التدريب تبع الدكتور علاء في التطبيق رقم 9. نبدا من عند الان. عمل بفر للشوارع. هاي عمل بفر للشوارع. هنبدا احنا طبعا مش هيكون لنا شوارع مرسومه، فعن رسوم. واول خطوه لازم نعملها نرجع للصوره الجغرافيه، اللي برجعهاش بتاكل شغل غلط. فهذه شغلات اساسيه بدناش نرجع نحكي فيها. ترجع الصوره جغرافيا وتشتغل البوليجون. بدنا نعمل بوليجون مباني وبدنا نعمل الشارع. تمام؟ بعدين نعمل بفر للشارع وبفر للمباني. بفر الشارع، بفر الشارع هالقد بدك تاخذ عرض الشارع والرصيف، طبعا الشارع انا مش عارفه، وانت طالع من الجامعه ليس هيك؟ شارع الجامعه عرضه قد ايش؟ اذا ما عرفتش يعني قيس عرض الشارع برجليك يعني. تمام؟ لا اكثر. 24 سم. طيب بالنسبه للبفر يا شباب، شباب ركزوا معي عشان ما تتركوش تسالوني بالموضوع. بالنسبه للبفر هاي السنتر لاين اللي انا حرسه من الشارع، حاخذ بفر مقداره قديش؟ مقداره عرض الشارع وعرض الرصيف. تمام؟ وحاخذ كمان امتدادات. هناخذ متر لمتر لمترين، متر لمترين فرضت من هي امتدادات، لانه في البلديه هذا لازم تاخذ امتدادات، ما ينفعش انت بابك كيف على الرصيف. لازم تكون مرتد شويه او في مساحه فاضيه. هاي بدنا ناخذ امتدادات معينه. تمام؟ وناخذ هذه المساله كلها نعملها بفر لايش؟ للشارع. البفر بيجي تبع الشارع بالطريقه هاي. هيك. والمباني كذلك، في عندي مبنى الجامعه مثلا. هيك. هنعمل بفر لطبقه المباني بمقدار معين. هنيجي مثلا هيطلع البفر بالطريقه هاي. ما حيكون تقريبا خلينا نقول متر، شوفوا انتم الفيديوهات حتلاقوا فيه الرقم يعني اعتقد. 10 متر، 2 متر، 3 متر، متر ونص حسب موجود في الفيديوهات. نيجي نعمل هنا بفر وبعد هيك بدنا نعمل تقاطع ما بين هاي الطبقه وما بين طبقه البفر تبعت مين المباني. بتطلع معنا مين؟ التداخل. التداخل بدنا نحسب له الاريا تبعه. بس هذا اول حاجه. ثاني شغله حاجه بسيطه بس على تطبيق اللي هي اللي زي البونص. ان انا بدي اجيب نقاط، بس فهمتوا هذا الكلام؟ في اي مشاكل؟ طيب ثاني شغله انا بدي اجيب نقاط. بدي اجيب نقاط بدور على اي برنامج زي جوجل ايرث برو او اي برنامج بيجيب لك الحاجات دي. بدك تاخذ نقاط ضمن الصوره الجويه. ما تجيبليش نقاط برا، لانه حيطلع معك برا الصوره. ضمن الصوره الجويه بدنا ناخذ نقاط، سواء نقاط بدايه شارع نهايه شارع، نقاط في محلات انت بتعرفها. أربع نقاط تاخذهم أنت تجيبهم من هنا من جوجل ايرث تحطهم على إكسل. تمام؟ بعد ما تحطهم على إكسل
لا تاخذهم من الاكسل تدخلهم على الار تخطوا من الارك ماب حتعمل زي ما احنا عملنا تحول نظام الاهدافيات وتجيب لي اهدافياتهم العالميه بالدبليو جي اس صار مركزين وتحول لي اياهم للباكستان وتورجيني كيف التحويل يعني بين زي ما احنا مبينين هون في اي مشكله شباب في اي سؤال هذا المطلوب تفضل اخر حاجه انا بدي اجيب نقاط نقاط من برنامج زي جوجل ايرث او جوجل ماب اي برنامج انت بجيب توفر لك احداثيات هاي الاحداثيات هتاخذها من نظام ال WGS 84 بتخبط شادل احداثيات جيوغرافيه جيوغرافيه يعني هي بتكون لاتيتيود ولونجيتيود عشان ما تتخبطوش اللاتيتيود ايش هو اكس ولا واي ايش من اللاتيتيود طيب لا خطوط طول طيب دوائر العرض اللي هي لاتيتيود هتكون واي عشان ما تتخربوا طيب بناخد هاي النقاط بنظام احداثيات عالمي وبندخلها على اكسل اكسل شيت بنحولها طبعا انا هتحولها لشيت فايل وشيت فايل بعدين هتدخله على ارك ماب وبعدين تمشي حق الجديد تحسب فيه الاكس والواي اللي هي ايش عم بلستها في اي مشاكل؟ يعطيكم الف عافيه. Thank you.